ايوه، السلام عليكم. ازيك يا استاذ عليكم السلام احمد؟ ورحمة الله، أهلا بيك يا فندم. إيه رأيك؟ كوميديا ومهازل اليوم الأول. ايوه استاذ احمد، مش بلح اقول لك اللي يعمل ايه؟ التعليم في وطن ضيع، وطن ضيع ماليش لازمه. هو ضيع الوطن وضيع التعليم وضيع الصحه ضيع كل حاجه. حتى بيقول لك يعمل ايه التعليم في وطن ضايع؟ هو اصلا جاي من اساس يضيع التعليم ويضيع الوطن ويضيع البلد بحالها. والله يا استاذ احمد دي حاجه تحصل. انت لو تيجي تشوف المدارس معفنه معفنه، ودورات المياه معفنه، وتودي ابنك تبقى عايز تجيبه معاك ده ما تعلموش احسن. هو انت مفكر ان فينا تعليم؟ مفيش تعليم اصلا خالص يا استاذ احمد. أشكرك جدا يا أم محمد، شكرا ليكي.